عندنا تقاليدنا وقيمنا. نعم. طيب ناخذ موضوع التوظيف ولا له مشاركات؟ اذا في مشاركات جاهزه مرحبتين. طيب نشوف عبد الله الانصاري. تفضل عبد الله، مايك معك. السلام عليكم ورحمه الله. الله يسلمك. السلام عليكم. انا عندي سؤالين للدكتور سعد اذا تسمح لي. يعني هو موضوع لا يخص بلاد الحرمين بشكل مباشر، وعارف دكتور انك ما تتكلم او على حالات حقوق بلاد الحرمين، لكن الاخ عبد العزيز الخازر رجل انصاري. الخط سيء عندك. عيد الكلام. نعم. ايه انا اقصد الشخص هو يعني بشكل غير مباشر كي يتكلم عن المملكه العربيه السعوديه، واعرف انكم ما تعلقون على حالات خارج بلاد الحرمين، لكن هو كان يتكلم عن بلاد الحرمين بشكل مباشر. هو الاخ عبد العزيز الخازر الانصاري ناشط ويوتيوبر قطري له جلسات ينتقد فيها السعودية والإمارات ومصر، لكن بعد المصالحة الخليجية طلبوا منه يتوقف وتم استدعاء أكثر مرة ومنع من السفر ووجه رسالة للأمير. المهم تم سجنه يعني وهو مسجون الآن. فسؤالي يا دكتور، رغم سياستكم في عدم الحديث عن قضايا خارج بلادنا، إلا أن هذا الرجل لديه سقف مرتفع جدا ومعظم حديثه عن بلاد الحرمين، هل لكم تعليق عن اعتقاله من قبل السلطات القطرية؟ وهل ستستمر سياستكم في عدم تناول أي قضية خارج بلاد الحرمين؟ طيب أنا كلامك صحيح، نحن عادة لا نعلق إلا ما له ارتباط بشكل أو بآخر. يعني وأنا سأعلق الآن حتى لا يقال أنه تم تفادي هذا الموضوع لأسباب يعني يلوكها بعض المتربصين. أستاذ عبد العزيز الأنصاري نشط وله مشاركات إعلامية ممتازة في انتقاد دول السعودية والإمارات ومصر، وكان قد أعطي هامشا كبيرا أيام الحصار، هامش كبير جدا، ثم قل هذا الهامش حتى أوقف تماما بعد المصالحة. طبعا هذا متوقع، طبعا يعني لا نتوقع من قطر ولا من العمان ولا من الكويت ولا من الأردن، وهذه الدول اللي فيها شوية هامش حرية، ما أتوقع منها يعني حرية كاملة أو دولة ما يسمى بدولة القانون. يمكن بالعكس الكويت أكثر انضباط القانون من قطر، لأنه عندهم القانون حرفي، يعني ما تستطيع تجرم شخص إلا بما يرتبط بالقانون. قطر حسب علمي ما فيها، حسب علمي أنا، قد يكون علمي خطأ، ما فيها معتقدين سياسيين، يمكن العدد قليل جدا أو لا يوجد يعني. فلا أدري، ما أدري ليش مسكوه يعني. الرجل ملتزم ساكت فقط، وجه رسالة الأمير، وهذا النظام القبلي أو نظام المشيخة أو نظام التقاليد في الخليج يستوعب هذا الأمر، وعندهم طريقة يعني. أيام مثل السعودية، أيام فهد وأيام فيصل، حاجات من هذا القبيل ما يستعجلون. حتى في الكويت، حتى في يمكن الإمارات تغير، طبعا الإمارات أيام زايد، عمان، ما يستعجلون في القفز إلى الاعتقال. يعني يجربون طريقة فيها حوار مباشر، كلام مباشر، ويتعاملون مع الموضوع بهدوء، حتى لو كان فيها شيء من الضغط وشيء من اللي الذراع، حتى لا يدخلوا في مواجهة مع المواطنين ولا يكبروا الموضوع. يعني الاعتقال هذا يكبر قضية، يكبرها داخليا وخارجيا، يفتح عليك باب ما له داعي. يعني أنا طبعا أنا الموضوع هذا خطأ من جهتين، خطأ مبدئيا، هذا ظلم يعني، لا شك أنه ظلم، لا شك أنه انتهاك لحقوق هذا الإنسان، والسبب الخطأ من جهة مصلحية، ما هو من المصلحة. إذا أنت تريد سمعة طيبة وتريد تفادي المشاكل، ما هو المصلحة أن فلان يعتقل، خاصة قطر ما تريد أن يقال إن فيها سجل سيء لحقوق الإنسان، ما هو مثل السعودية والإمارات وإلى حد ما البحرين. يعني أنت إذا بغيت ترتب الترتيب، ربما أفضلهم الكويت، ثم قطر، ثم عمان، ثم البحرين، ثم السعودية والإمارات. يعني السعودية والإمارات يتسابقان فيه،
والوضع القبيح لحقوق الإنسان. فما المهم الاعتقال غير مبرر، وكان يمكن تفاديه حتى من ناحية مصلحية، كان يمكن تفاديه بطرق أخرى. المعلومات قد تكون صحيحة وغير صحيحة، لكن حسب الذي عندي أنه عدد المعتقلين قليل جدا بأسباب سياسية. نعم. طيب سؤالي الثاني دكتور بخصوص سياستكم في عدم الحديث عن أي شأن غير بلاد الحرمين، يعني هل هذه السياسة نابعة من ما يسمى بالوطنية ولا لها تفسير آخر؟ لا، هي ليست نابعة من الوطنية. نحن يعني نابعة من